تقرير لمركز أبعاد يكشف مرتكزات وخارطة النفوذ الإماراتي في اليمن. ماذا بعد انكشاف دور الإمارات في اليمن محلياً ودولياً؟ وإلى متى ستظل الشرعية توفر الغطاء لسلوك الإمارات الاحتلالي في اليمن؟ أهلا بكم. أصدر مركز أبعاد للدراسات تقريراً حول خارطة النفوذ الإماراتي في اليمن، وكشف التقرير عن قيام الإمارات بتقويض سلطات الحكومة الشرعية والاستحواذ على المواقع والمنشآت الحيوية في اليمن، بالإضافة إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحسب تقارير أممية وحقوقية. ولفت التقرير إلى الدور الذي تتحمله الرياض كقائدة للتحالف الذي أنشأته في اليمن بان عاصفة الحزم، كونها تتحمل قانونيا وأخلاقيا مسؤولية أي انحراف في سلوك التحالف أو أحد أعضائه. كيف تحولت الإمارات من شريك في محاربة الانقلاب إلى رعاية الانقلاب آخر، راعية لانقلاب آخر؟ وأين دور الحكومة الشرعية في كف يد العابثين بالبلد وسط مشاريع التقسيم والتفتيت؟ ولماذا يغض مجلس الأمن والدول الكبرى الطرف عن انحراف سلوك أبو ظبي والرياض في اليمن؟ منذ بداية ما سمي بعاصفة الحزم، كانت دولة الإمارات الشريكة الأساسية للمملكة السعودية في تدخلها العسكري في اليمن. رفعت الإمارات لافتة دعم الشرعية واستعادة الدولة من الانقلابيين، غير أنها ما لبثت أن هندست انقلاباً آخر في عدن عبر قواتها التي أنشأتها خارج إطار المؤسسات الرسمية. انحراف التحالف عن أهدافه وتحوله إلى منتهك لحقوق الإنسان في اليمن أصبح مثار نقاش في الأروقة الدولية ودوائر صنع القرار، وملفاً ساخناً تتناوله وسائل الإعلام العالمية ومراكز البحوث الدولية والمحلية. مركز أبعاد للدراسات أصدر مؤخراً تقريراً موسعاً حول دور أبو ظبي في اليمن ومركز النفوذ الإماراتي عسكرياً واقتصادياً. وبحسب التقارير، فإن نفوذ أبو ظبي يتركز على طول الشريط الساحلي لليمن من المكلا شرقاً وحتى الخوخة غرباً، مروراً بمحطة بلحاف الميناء الرئيسي لتصدير الغاز وعدن ومينائها الاستراتيجي، وكذلك قاعدة المخاء القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي. تخاطبنا مع الأخوة في التحالف العربي عبر فخامة رئيس الجمهورية والحكومة لأن بإخلاء منشأة الغاز في بلحاف لكونها تستخدم حاليا ثكنة عسكرية من قبل القوات الإماراتية. هنا محافظ شبوة محمد بن عديو يتحدث عن إعاقة الإمارات لمحاولة إعادة تشغيل المؤسسات الاقتصادية في المحافظة وتحويلها ميناء بلحاف إلى ثكنة عسكرية، مؤكدا أنه طلب من التحالف إخلاء الميناء من أجل استئناف عمليات التصدير، إلا أن تلك المطالب لم تلقى الاستجابة على ما يبدو، لأنها مرتبطة بأهداف استراتيجية تصر أبو ظبي على تحقيقها. لم يكن خافياً سيطرة الإمارات على المنشآت والموانئ الحيوية في البلد، لكنها ذهبت إلى أبعد من ذلك، تقويض السلطة الشرعية ومحاربتها سياسياً وعسكرياً بشكل مباشر، بالإضافة إلى ملف الاغتيالات والسجون السرية وانتهاكات حقوق الإنسان التي وثقتها تقارير دولية أكثر من مرة. وكي لا تضع الإمارات شرعية تواجدها في اليمن رهن سلطة الرئيس هادي، لجأت مؤخراً إلى رفع لافتة محاربة الإرهاب، العنوان الأكثر رواجاً لدى القوى الدولية المؤثرة. أشعلت أبو ظبي الحرائق في اليمن ووضعت البلد على سكة لا تقود إلا إلى مزيد من الخراب، فيما يبقى موقف السلطة الشرعية هو الأخطر نظراً لما ينطوي عليه من شرعنة لكل هذه الممارسات واستمرار توفير الغطاء لها إلى أجل غير معلوم. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو الأستاذ محمد عبد السلام رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا بكم. أهلا عبد السلام محمد. عبد السلام محمد، إذن تعديل في الاسم. إذن تقرير أستاذ عبد السلام تحدث عن الحرب المفتوحة في جنوب اليمن، وأعتقد أنه سيكون مدخل مناسب لحوارنا في هذا المساء. بداية، ما الذي تعنيه عبارة الحرب
المفتوحة في جنوب اليمن. ما هي معطيات التقرير أو بماذا خرج؟ لدي تنويه أن هذا التقرير الحرب المفتوحة في جنوب اليمن هو في 10 أغسطس الماضي، وهناك تقرير آخر جديد نشر في 9 سبتمبر حول مستقبل التحالف الإماراتي السعودي في اليمن بعد أحداث عدن. والتقريرين كليهما يركزان على الاختراق الذي حصل للتحالف العربي من قبل الإمارات وتغير موقفها المفاجئ، رغم أن التقرير السابق الذي تحدثنا عنه هو لا يوجد هناك موقف واضح وصريح للسعودية. أولا يجب أن نفهم ما هي استراتيجية السعودية في اليمن على أساس نستطيع أن نحلل هذا الأمر. السعودية هي تريد أن تكون الدولة الوحيدة الباقية في اليمن، لا تقبل اليمن شركة مقسومة على اثنين، لا مع إيران ولا مع الإمارات العربية المتحدة. هذا الكلام أنا أقوله ليس من باب التحليل وإنما من باب معرفة السياسة. يعني ولكن كيف سمحت إذن بتمدد الإمارات بهذا الشكل وبفرض سيطرة الإمارات على كثير من المناطق؟ هنا الواقع يقول غير ذلك. هنا فعلا نحتاج إلى إجابة لهذا السؤال. أولا ننظر ما هو وضع السعودية عسكريا في اليمن. السعودية بقدر ما هي محتاجة للشرعية كدولة وكغطاء لبقاء التحالف داخل اليمن وبقائها هي داخل اليمن، هي محتاجة لدولة أيضا تساندها وتدعمها ليستمر التحالف العربي. وإذا انسحبت الإمارات لن يكون هناك تحالف بالأساس، يعني تبقى السعودية الوحدة، يعني محتاجة إلى استراتيجية جديدة للتدخل في اليمن. السعودية استطاعت بعد أن نفذت العملية في عملية التحالف العربي بضرب قواعد العسكرية في
في 2015 مارس 2015 في البداية عندما بدأت عمليات عاصفة الحزم استطاعت أن تستخرج قرار دولي 2216 لتأطيره لمصالحها المستقبلية في اليمن، وهي أن يكون التحالف العربي أو أي دولة أن تؤمن بالشرعية كدولة وبسيادة اليمن، وهذا التحالف هو مساند لهذه الشرعية. الإمارات العربية المتحدة لديها مصالح تتناقض مع السعودية، ومؤخرا الحدث الذي قسم ظهر البعير على ما يقال هو الذي حصل في الحديدة، عندما طلب من الإمارات العربية المتحدة أن توقف العملية العسكرية في الحديدة، وكانت على وشك السيطرة على ميناء الحديدة وتسليمها لحليفها الجديد طارق صالح. هذا الأمر جعل هناك فجوة ما بين السعودية والإمارات، والإمارات عرفت أن السعودية قد تقف وراء هذا القرار إلى جانب تشجيعها للشرعية في إيقاف العمل العسكري وبدء التفاوض، فعرفت أن هناك مصالح متضاربة وأنها إذا لم تحصل على مصلحة الآن بالقوة العسكرية لن تحصل عليها مستقبلا، وبالتالي هي تنظر في حدودها. الإمارات إلى جانب الموانئ هي ترى أن السيطرة على عدن ومضيق الباب المندب وجزيرة سقطرة وميناء بالحاف أساسي بالنسبة لها ورئيسي، بينما السعودية ترى أن بقاء بالإمكان بقاء الإمارات في عدن شيء ممكن أن يكون مقبولا، لكن لا تقبل أن تكون الإمارات ممتدة للمناطق الشرقية إلى بالحاف وشبوة وحضرموت ولا إلى سقطرة ولا إلى الحديدة في الساحل الغربي. هذا الأمر هو محل التناقض ومحل الصراع تحت التراب على ما يقال، لكن حقيقة الأمر هناك مفاوضات، وأنا أعتقد أن الأمر أيضا متعلق بغرفة عمليات خارجية عن التحالف العربي. هذه غرفة العمليات أكثر تنسيقا بين الإمارات السعودية ولها شركاء إقليميين وتعمل من خارج عمليات التحالف العربي. هذه الغرفة للأسف هي مع تكسيم اليمن، وهذا أمر مرعب ومخيف ليس اليمن فقط بل الأمن الإقليمي والسعودية بما فيها. نعم، إذا نسمح لنا أستاذ عبد السلام أن ينضم معنا الدكتور علي العبسي الأكاديمي والباحث من برلين عبر الهاتف. مساء الخير دكتور. أهلا بك. إذا بداية أستاذ الدكتور علي، كيف تقرأ مصير جنوب اليمن عقب الأحداث العسكرية الأخيرة؟ ربما لا، يعني هناك نوع من التخبط، هناك نوع من تعقيد الأمور، ولكن لا أعتقد أننا سنصل إلى مرحلة انقسام أو نشوف دولة في الجنوب أو استعادة الدولة السابقة في الجنوب. ما نراه الآن هناك مجاميع مسلحة ليس لديها مشروع سياسي، مجاميع مسلحة أيضا لديها انتماءات مناطقية وعشائرية ولا تسيطر على الجزء الأكبر من أراضي الجنوب. في السابق كانت السيطرة على مدينة عدن، يعني إذا دعونا أن تذكر أحداث 13 يناير عندما تم السيطرة على مدينة عدن، حسم المسألة في الجنوب بشكل كامل، لأن الجنوب كان دولة مركزية، ولذلك عندما تم السيطرة على العاصمة عدن في ذلك الوقت سيطروا على كامل الدولة. لكن الآن الموضوع مختلف تماما، المجلس الانتقالي بسيطرته على مدينة عدن هو لا يستفيد شيئا كبير، لأنه ليس عاصمة الدولة ولن تخضع له بقية المحافظة الجنوبية بشكل تلقائي. الجنوب يتشظى بالتأكيد، ولكنه تشظي كان متوقع وتشظي موجود، الانقسام الجنوبي لم تكن هناك أبدا هوية جنوبية. الدولة التي كونها الحزب الاشتراكي أو اليسار اليمني في الجنوب قامت على أيديولوجيات سياسية ولم تكن على هوية محلية. الجنوب كان 22 سلطنة ومشيخة، الجنوب كان منقسما بشكل مناطقي بشكل عشائري، ولذلك الحاصل في الجنوب الآن هو انعكاس لهذا الانقسام، انعكاس للتنافس القوى المختلفة، انعكاس أيضا لنفوذ الدول الأخرى التي تتصارع أو تتزاحم، أنا قلت تتصارع ولكنها تتزاحم على الجنوب. السعودية تزاحم الإمارات في الجنوب، والإمارات تزاحم السعودية في الجنوب، والجميع والسعودية والإمارات.
خطر لها، لن تكون مسألة اعتباطية أو رد فعل كما حاولوا تصويرها للعالم الخارجي. المسألة الآن في الجنوب أو الوضع في اليمن كله قابل للحل، قابل للحل للتفاهم. نحن صارعنا أكثر من مرة، حصلت صراعات في طول وعرض اليمن، اليمن في تاريخ الحديث شهد حروبا على مستوى مناطق جهوي طائفي سياسي، كلها كل انواع الصراعات شهدناها في اليمن، ولكن كان اليمن في الاخير يستطيعون معالجه هذه المساله ويستطيعون الوصول الى تفاهمات. اذا شكرا جزيلا. العامل الاساسي هنا العامل الاقليمي، العامل الخارجي الذي يساهم في اشعال النار في اليمن. نعم، اذا شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي الاكاديمي والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. اعود اليك استاذ عبد السلام وأسألك السؤال الذي وجهته للدكتور علي، من وجهة نظرك أنت، يعني هل يعقل أن الحلول السلمية باتت غير مطروحة الآن، أو حتى استعادة الدولة للمناطق التي تم سلبها من قبل الانتقالين؟ بالنسبة للوضع في الجنوب، كلما تأخر كلما تعقدت الأمور أكثر، وكلما راهنت الإمارات على ميليشياتها أكثر وابتعدت عن الجانب السياسي والحوار مع الحكومة اليمنية بشكل مباشر، كلما تعقدت الأمور على الأرض وتعقدت الأمور حتى على الإمارات. يعني إذا كان الإمارات ستقبل أنها حليف في اليمن خلال الفترة القادمة، أو سيكون لها مصالح اقتصادية بعد هذه الحرب بالتوافق مع الحكومة الشرعية، فقد تتحول بين الحين والآخر ربما بعد هذه الأحداث إلى قوة احتلال يصبح مناهضتها عسكريا ومقاومتها شعبيا كبير جدا، ولن تقبل في الفترة القادمة كشريك اقتصادي أو سياسي مع اليمن. وبالتالي في الجنوب أنا أعتقد الأمر متعلق بالسعودية أكثر، لأن السعودية هي مسؤولة التحالف العربي وهي القادرة على وضع حد للإمارات، فإذا لم تضع حد للإمارات أنا أعتقد أن الوضع سيخرج عن السيطرة. نعم، يعني هناك من يقول بأنها غير قادرة عمليا على وضع هذا الحد لوجود مصالح مشتركة بينهم، ربما سعي محمد بن زايد لدعم الإمارات لتولي الحكم مستقبلا، الكثير من النقاط أيضا المشتركة بينهم، فبالتالي نجد هذا التذبذب في الموقف السعودي، يعني قدم هنا وأخرى هناك. بالنسبة للشراكة بين الإمارات والسعودية، شراكة ملفات في المنطقة، أما في اليمن أعتقد أن السعودية لن تقبل بشريك قوي ينافسها في اليمن أو يستطيع أن يأخذ منها سيطرة على جزء كبير. لكن أستاذ عبد السلام، يعني كلما ظننا أن هناك هو بين السعودية والإمارات، خرجتا ببيان مشترك توضح يعني دعمهما لبعض وأنهما ما زال في التحالف وجاد باستعادة الشرعية وما إلى ذلك من الأحاديث التي لم تعد يعني مصدقة عمليا. هل تعتقد أنهم إذا كانوا متوافقين يحتاجون لبيان مشترك؟ البيانات المشتركة هي كشفت وجود أزمة ووجود خلافات، لكن الإشكالية فقط في مسألة الاستراتيجية المستقبلية. أنا أعتقد الإمارات الآن ملفاتها تسقط في المنطقة وليس في اليمن فحسب، وبالتالي السعودية بعد فترة لا تحتاج للإمارات. إذا 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 مثلا الإمارات خرجت من الصومال وستخرج من ليبيا وستضعف في مصر وعدم قدرتها على التواجد في المغرب العربي، إذا وأيضا في سوريا راهنت على التقارب من بشار الأسد، وفي أزمة الخليج اقتربت من إيران أكثر، ما الداعي لبقائها؟ أنا أعتقد أن الوضع المستقبلي نحن نراهن على الوقت صحيح، لكن الوقت هذا لا يخدم الأمن الإقليمي لا اليمن ولا السعودية، ولكن حقيقة الأمر سيحصل انفصال تام بين السياسة السعودية والإماراتية مستقبلا إن لم يحدث مواجهة. وبعد ذلك أستطيع أقول أن أيضا السعودية وجودها أيضا في اليمن لا يتعلق بمصالح مشتركة بين اليمن والسعودية فقط، أيضا السعودية هي لديها أهداف غير معلنة نحن كيمنيين لا نقبلها، وبالتالي كلما السعودية اقتربت من الشفافية أكثر بالتوافق مع الحكومة اليمنية في أي مصالح مستقبلية اقتصادية وسياسية في اليمن، كلما كان وجودها في اليمن أكثر شرعية وأكثر تقاربا مع الحكومة والشعب، وكلما ابتعدت عن هذه الأهداف وأوجدت أهداف سرية غير معلنة تتصادم مع المصالح اليمنية، خاصة ما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية مثل مشروع الميناء النفطي، هذا يجب أن يتم بتوافق مع الحكومة اليمنية وبموافقة رئاسة الجمهورية وبموافقة البرلمان.
بدون ذلك لا يمكن، حتى لو قامت بإنجاز هذا العمل فهو يعتبر في إطار احتلال ولن يكون في إطار شراكة. نعم، إذن قلتم في التقرير أن التطورات الأخيرة تنبئ التي حدثت في أغسطس أن الأمور تنجرف نحو تصعيد قد يدخل جنوب اليمن في حرب أهلية ومناطقية لسنوات، ويرى الدكتور علي أنه قد لا يصل الأمر لهذه الحرب الأهلية. أنتم كيف بنيتم هذا السيناريو؟ لا، نحن بنينا السيناريو بعد أحداث عدن، بعد سيطرة الميليشيات الانتقالية علمنا أن هناك حرب ستحصل، إما يحدث فيها توازن أو يحدث فيها مواجهات مستمرة. الحقيقة أنها جاءت بعدها حرب شبوة يعني، وكانت حرب عنيفة جدا، وفي الأخير بقدر ما أنها أعادت التوازنات لصالح الحكومة الشرعية إلا أنها وضعت الرماد على النار فقط. عموما استمرار دعم الإمارات لميليشيات خارج إطار الشرعية سيجعل الميليشيات تتشكل وتتكون ميليشيات أخرى أيضا تواجه الدولة في المستقبل، وأيضا ميليشيات تواجه هذه الميليشيات، وبالتالي معناها التداخل في الحرب، وكلما نتداخل في الحرب كلما يصعب حلها، وكلما ندخل نقترب من عوامل اجتماعية أكثر منها عسكرية وسياسية. يعني مثلا الآن الواضح جدا أن الخلاف سياسي ما بين الحكومة والإمارات، بعد ذلك تم إدخال القضية الجنوبية في هذه المسألة وهي قضية حقوقية كانت وتحولت إلى قضية سياسية، لكن بعدها نستطيع أن نقول أن هناك صراع بين قبائل شبوة أبيا من جهة وقبائل الضالع، وبالتالي تدرجنا بنحو اتجاه صراع داخل المجتمع، والدخول إلى في عمق الصراع إلى داخل المجتمع معناه بدء حرب أهلية جديدة، وهذا مخيف في المستقبل. نفس الطريقة التي حصلت في الشمال، وحرصت الحكومة اليمنية على أن تكون حرب بين ميليشيات انقلابية وبين شرعية حكومية، فيما هناك حلفاء إقليميين يريدون أن تكون حرب مذهبية ما بين السنة وبين الشيعة كما يقولون، وهي نحن ليس عندنا مذهبية. فإذا تحول الصراع، كل ما يتحول من صراع سياسي إلى صراع مجتمعي أو طائفي أو ديني أو عرقي أو مذهبي، هنا يصبح نقترب من الحرب الأهلية أكثر. نعم، إذا نسمح لي أستاذ عبد السلام أن ينضم معنا الأستاذ عصام شريم رئيس حزب المؤتمر بالحديدة عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عصام. مساء النور. أهلا بك أستاذ عصام. هل تعتقد أن الإمارات تسعى لتضييق الخناق على اليمنيين المعارضين لسياساتها في دول المهجر؟ والله في حقيقة الأمر يعني أنا أستغرب أن يصل حال التحالف الذي يعني بين قوسين انطلق تحت أهداف ويافطة عامة أعلنتها دول التحالف على رأس المملكة العربية السعودية، بأن هذا التحالف جاء بناء على طلب من الحكومة اليمنية أو من الرئيس عبد الرب منصور هادي، وذلك لأهداف محددة وعلى رأسها استعادة الشرعية اليمنية الممثلة في عبد الرب منصور هادي ومؤسسات الدولة، إعادة الدولة ومؤسساتها، القضاء على الانقلاب، تطبيق فيما بعد تأتي مسألة تطبيق مخرجات الحوار أو غيرها باعتبارها شأن داخلي في حالة عودة الدولة واستعادة مؤسساتها، يصبح مناط بهذه الدولة المتعافية إذا تم دعمها بشكل فعال، يصبح الأمر مناط بها تستطيع أن تستعيد أن تقوم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، أو تستطيع أن تطبق بقية الإجماع آراء الإجماع الوطني الذي اتفق عليه اليمنيين. لكن للأسف الشديد كنا نتحدث عن القدوم إلى صنعاء والقضاء على الانقلاب ودحر هذه الميليشيات وغيرها، كنا نسمع خطابات متكررة لعبد الملك الحوثي وهو يحذر اليمنيين الذين تحالفوا مع العرب او مع الاشقاء ومع الجيران من اجل القضاء على نظامه او على سلطته السياسيه كامر واقع في صنعاء، وان هؤلاء لم ياتوا من اجل تطبيق هذه الاهداف المعلنه، وانهم لديهم اهداف في اليمن وتقسيم اليمن والاضرار به واحتلاله وكذا. وكنا نسخر من خطابات عبد الملك العوضي ونهاجمه بكل قناعه
على اعتبار انه يبرر لنفسه ووجوده وسيطرته على السلطه في اليمن. نعم. يعني لكن العجيب استاذ عصام، وكنا ذهبنا للتحالف العربي من اجل القضاء على نظام عبد الملك العودي وليس القضاء على اليمن. هناك فرق اختي الكريمه. نعم. ان تتحالف ضد وطنك او ان تتحالف ضد نظام سياسي تعتبره نظاما قمعيا يقوم بالسيطره على السلطه وبسط السيطره على الدوله بالقوه دون اللجوء الى الشعب او القبول بالمحاربه بمعارضه الناس او شراكه فاعله في السلطه. لكن نعم، لكن السؤال لماذا ادركت تعرفنا معهم قد وصل عفوا اكمل ذكره وصلت نعم. اليهم رساله مغلوطه بان اليمنيين الذين جاءوا للتعارف معهم ضد نظام عبد الملك العودي وهذه نقطه اؤكد عليها وليس ضد اليمن. فهموا ان هذا شيك على بياض منح لهم من قبلنا جميعا بانهم يستطيعون من خلاله ان يعبثوا بامن اليمن ووحدته وسلامه اراضيه واستقلاله. نعم، لكن للاسف الشديد هذا الشيك المفتوح ما زال موجودا استاذ استاذ عصام. يعني لم تتحرك الشرعيه عمليا يعني ايقاف الامارات بشكل واضح. يعني الغريب او ما يجعلنا نتساءل ان ربما نحن نتحدث عن دور الامارات المختلف عن اجنده التحالف منذ تحرير عدن والعبث بسقطرى وما الى ذلك، وشرعيه كانها لم تكتشف هذا الامر الا الان. هل يعني فعليا لم تدري الشرعيه باجنده الامارات العابثه باليمن الا هذه الفتره؟ أختي الكريمة، لقد يعني اكتشفنا نحن الأكل كأشخاص، يعني للأسف نحن لسنا أصحاب قرار في السلطة الشرعية، نحن التحقنا بالشرعية كمشروع وطني على اعتبار أن هذه الشرعية معنى وليست مجرد لفظ أو مصطلح. هذه الشرعية تعني مؤسسات الدولة، تعني الشراكة الوطنية، تعني الاستفاف الوطني في وجه الانقلاب، تعني الطرف الفاعل في الشراكة مع العرب الذين يدعون أنهم جاءوا لإنقاذ اليمن وإعادة دولته. منذ وقت مبكر اكتشفنا هذه التصرفات والأخطاء والانحراف، وكنا نحذر منذ بداية تأسيس الميليشيات المتعددة في الجنوب ودعم الجيوش فرعية خارج نطاق الدولة، ونحن نحذر ونقول أن هذه كارثة وأنها سيتم استنساخ مشروع الميليشيات في صنعاء. لكن للأسف الشديد كانت الشرعية تنظر لهذا الأمور باعتبار أنه تطمينات المملكة السعودية من جانب، ومن جانب آخر يا أختي للأمانة يستخدموا بزاعة الإخوان المسلمين. وأيضا زملائنا في الإفلاح للأسف الشديد أيضا يحرصوا على الـ 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 يعني الوجود بشكل بارد في الواجهة مما يزيد الطين بلة ويجعل الآخرين يزيدوا قلقا منهم ويجدوا مبررات لضرب الشرعية بحجة أنها تحفظ الإخوان. لكن الآن اليوم تحولت الشرعية حتى في خطابات السعودية نفسها مالك من التحالف تحولت إلى مجرد مصطلح يعني لا معنى له ولا يمتلك أي قيمة. أصبحت مصطلح شرعية يعني بالعكس، حتى البيانات التي تصدرها السعودية أو الإمارات أو غيرها تتحدث عن الشرعية كطرف سياسي. يعني أنت تتكلم عن شرعية معناته حتى الخصم والانتقالي أو غيره يتحدث يقول الشرعية عملت الشرعية. إذا كانت هذه شرعية فأنت تدين نفسك بأنك انقلاب وبأنك غير شرعي وبأنك متمرد. لكن عندما أبرزت الشرعية من محتواها الحقيقي وباتت عاجزة عن الحركة وعن إحداث فعل حقيقي على الأرض تحولت إلى معنى زي ما تسمي حزب الله ولا تسمي أي حزب مسمى آخر وهو يعمل لصالح الشيطان. لذلك أنا أدعو الآخر الرئيس والسلطة الشرعية، ولا زلت لدي أمل ولو بسيط بأن الإخوة في السعودية ممكن يراجعوا مواقفهم أو يستشعروا الخطر، لأن ما تقوم به الإمارات والله العظيم أنه لن يضر باليمنيين فقط. اليمنيين أختي لم يعد لديهم ما يحضروه. نعم، في ظل ما يحدث استاذ عصام، نعم، ما هي خيارات الشرعيه والحكومه امام هذا التغول الاماراتي وامام هذا الضرر الذي تتحدث عنه والذي لا يصيب الا اليمنيين؟ يعني هي تغولت في الجنوب وفرضت حرب، يعني او واقع حرب ربما يمتد بلا افق ولا نهايه.
والله شوف انا لست صانع قرار، انا لو انا يعني مسؤول لو وزير خارجيه بس اقول لك انه على الشرعيه ان تعمل 1-2-3 الشرعيه لديها رجالاتها بحكم انك متابع للاحداث. على الشرعيه على الشرعيه ان تستوعب اول حاجه ان في مشكله وتؤمن بهذه المشكله. اذا امنت فعلا ان في مشكله حقيقيه وواجهت نفسها تستطيع البحث عن حلول. اول حل هو الحل اذا اردنا ان تكون هذه الشرعيه حقيقيه عليها ان تغادر الحاله الانبطاع والخضوع الكامل للتحالف. هي دخلت مع التحالف او طلبت التحالف في شراكه من اجل تنفيذ مشروع وطني بين قوسين كما نعتبره، لكن ان تتحول الى حاله من التبعيه ومنتظره اخر الشهر المرتبات ولا منتظره توجيهات من الضابط المخابرات فلان. او غيرها. احنا الان المشكله بعض الاخوه في الجنوب يفهموا كلامنا انه احنا ضدهم وضد تاسيس دولتهم. يا اخي اوكي ظلموكم علي عبد الله صالح ومعها الاصلاحيين ودخلوا الجنوب عنوه في 94 وعملوا اخطاء وحصل، لكن نحن اليوم نواجه مشروع واحد. انتم قلتم ان هذا المشروع يمثل خطر على الاقليم، وجاءت السعوديه بطائراتها وصفقنا للسعوديه والخليج يقصفوا بيوتنا في صنعاء وفي الحديده وفي غيرها على اساس ان هناك مشروع وطني ان هذه البيوت تدمر لمبني يمن. لكن ان يتحول هذا الدمار الى تدمير لليمن فنحن مجرمون اذا استمرينا في تماهي مع هذا المشروع. اذا شكرا جزيلا لك عصام شريم رئيس حزب المؤتمر بالحديده، كنت معنا عبر الهاتف. عوده اليك استاذ عبد السلام. استاذ عبد السلام، يعني ربما تحدث الاستاذ عصام عن نقطه اتوقف عندها وهي قوله بان على الشرعيه ان تعترف اولا ان هناك مشكله حتى نستطيع ان نقول عليها ان تقوم بكذا وكذا. هل يعقل حتى الان ان الشرعيه لم تستوعب بعد وجود مشكله حقيقيه ممثله بالتحالف وتضارب مصالحه في اليمن؟ الشرعية هي تعلم أن وجود التحالف بأساسه مشكلة في اليمن بالأساس. يعني لو عدنا إلى الأهداف ما نسميها السرية للتحالف في اليمن ما هي ونطبقها على ما هو حاصل الآن، الهدف الأول هو بقاء سيادة البلاد معلقة وقدرة دول الخليج في السيطرة على اليمن بالذات المناطق الاستراتيجية مثل مضيق باب المندب والموانئ والمطارات، وهذا هدف أعتقد يعتقدونهم الآن أنهم حققوه. الهدف الثاني ليس ضرب الحوثيين، الهدف الثاني هو ضرب الإصلاح وإضعافه، بل إذا استطاعوا إنهاؤه. هذا الهدف هم ماشيين فيه إلى الآن. أنا أقول هذه الأهداف هي معروفة لدى الكل. الهدف الثالث ليس إنهاء الحوثي، إنما إخضاع الحوثي للتحالف.
اليمن للتقسيم والتمزيق أكثر، وجر المنطقة والأمن الإقليمي إلى ضعف أكثر. والآن ضربات الطيران المسير، ضربات الصواريخ للحوثيين، الآن بدأ التدخل الإقليمي والدولي أكثر، بدأ التدخل الإيراني بشكل أقوى مع دعم وجود سفير لهم من قبل الحوثي، أيضا الروس بدأوا يتحركون بشكل أكثر. الآن الحراك الجنوبي، بدل أن كان هناك حراك جنوبي سلمي قابل للتعامل معه، الآن معنا ميليشيات مسلحة، والآن يعلن مجلس إنقاذ جديد في الجنوب بدعم عماني ودعم روسي. هذه مسألة خطيرة، كلها كانت بسبب أنهم يريدون تطبيق أهدافهم السرية، مع أن هذه الأهداف السرية هي تهدد الأمن الإقليمي للسعودية بشكل أساسي، قبل أن نقول للأمن الإقليمي للخليج بشكل عام. نعم. إذن يعني في ظل هذه الأحداث وربما إحساس الدول بهذا التهديد الإقليمي الذي تحدثت عنه، ما هي السيناريوهات المحتملة للوضع في جنوب اليمن؟ بالنسبة للجنوب السيناريوهات مفتوحة، لا نستطيع أن نغلقها، كله بسبب المستجدات التي ستحصل. الإمارات لديها خيارات متعددة، خيار إما أن تترك أو تدعم اندماج الميليشيات مع الدولة وتفتح علاقة استراتيجية مع اليمن حتى اقتصادية لا مشكلة طالما هي شرعية، أو تبقى على دعم هذا التمرد وبالتالي تصبح قوة احتلال. بالنسبة للسعودية، إما أن تدعم الشرعية في كل المناطق المحررة بعيدا عن المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية الغربية، وإما أن تدعم فقط في المناطق الشرقية التي ترى أن لها نفوذ وبالتالي لم تصبح شريك فاعل لدى الحكومة، وإنما تصبح أيضا قوة احتلال. والتحالف العربي أمامه خيارين، إما يدعم سلطة الشرعية بوفق القرارات الأممية ووفق تدخلاته في اليمن، وإما يصبح قوة احتلال سواء الحكومة اللي تواجهه أو الشعب الذي يواجهه. نعم. هذه كلها خيارات. كنت سأسألك يعني من سيحدد أنه احتلال والحكومة ما زالت لديه، لم تستطع أن تتحرر منه، أو لم ترد هذا التحرر؟ نحن قلنا هذا الكلام في 2018 و2017 أن الحكومة مش قادرة تتحرك ضد الإمارات، لكن عندما قال الشعب على الأرض وقال الجيش على الأرض، الحكومة أصبحت تلاحق ما يحصل على الأرض. أنا أقول أن الوضع على الأرض أخطر بكثير من انتظار موقف من الحكومة، لأن إذا اندلعت المقاومة ضد التحالف العربي قبل أن يتم التحرير المناطق الشمالية من الحوثي، فهو يشرعن الأمر للحركة الحوثية بالبقاء والاستمرار لفترة طويلة وقيام دويلة لها في الشمال، وهذا يهدد الأمن الإقليمي. بمعنى أن التحالف العربي بقيادة السعودية إما أن يصلح الوضع مع الحكومة اليمنية والشرعية ولو هي ضعيفة، وإما أن يصبح غير مقبول لا في الجنوب ولا في الشمال، وبالتالي تستفيد إيران من هذا الوضع. نعم. لكن المستغرب أستاذ عبد السلام أن دور السعودية يعني يصبح أشبه بوسيط، يعني تحولت إلى وسيط تريد أن ترى حوار، تقول بيانات على الجميع، التهدئة، لم يعني يظهر موقفها كقائدة للتحالف حتى الآن. السعودية لديها سياستها ولديها استراتيجيتها، لا نستطيع أن نقول أنها أصبحت دولة ضعيفة، لديها طموح ولديها أهداف ولديها مصالح في اليمن تريد تحقيقها، وبالتالي هي تعتمد على الوقت، ونحن نقول أنها محتاجة للإمارات ومحتاجة للشرعية، لكن أهدافها وطموحها في اليمن أكبر بكثير من الأهداف المعلنة في ما يتعلق بالتحالف العربي. نعم. إذن شكرا جزيلا لك عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.